النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة من تواجد الكميات هامة من الغيوم والسحب بشكل عام وفي المنطقة. خلال الساعات القادمة يتوقع أن يبقى الطقس مستقرا نهار يوم الثلاثاء، ولكن اعتبارا من يوم الأربعاء تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي يتمركز بعيدا عن المملكة، وهذا الامتداد يجعل المنطقة الشرقية للبحر المتوسط تحت تأثير تيارات هوائية شمالية غربية إلى غربية رطبة وباردة، الأمر الذي يعمل على ازدياد فرص هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى، خاصة في ساعات ما بعد ظهر يوم الأربعاء، وتستمر هذه فرصة الأمطار حتى ساعات الأولى من نهار يوم الخميس. يعقب هذا المنخفض الجوي اندفاع لكتلة هوائية باردة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مما سيجعلنا أن نشعر بالبرد بشكل كبير ولأول مرة لهذا الفصل، فصل الشتاء منذ أو في بداية فصل الشتاء في عطلة نهاية هذا الأسبوع. عودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، الطقس مستقر، ظهور لبعض السحب والغيوم البسيطة، درجة حرارة صغرى 8 درجات مئوية، والطقس بارد بوجه عام. نهار يوم غد تسود درجات حرارة حول معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام، الطقس مستقر مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في إربد 19-10، في العظمى والصغرى أقصد، في إربد 19-10، جرش 19-8، عجلون 16-8، وفي المفرق 18-7 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة، العاصمة عمان 16-8، السلط 17-10، مأدبة 18-7 درجات، وفي البحر الميت من 24-13 درجة مئوية، في حين تكون في الزرقاء من 19-7 درجات مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة تكون في الكرك 15-6، الطفيلة 14-7، إمعان 20-5، الشراء 13-6، وفي خليج العقبة 22 درجة مئوية في ساعة النهار، والصغرى 13 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة، رويشة 18-7، الصفاوي 18-6، وفي الأزرق من 19-7 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية في العاصمة عمان وسائر المناطق خلال الثلاثة أيام القادمة كالتالي: إذا غدا 16-8 يوم الأربعاء انخفاض درجات الحرارة، 14-8 مع زيادة فرص هطول الأمطار إثر تأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي، يستمر هذا المنخفض الجوي حتى ساعات نهار يوم الخميس، وتسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان 13 درجة مئوية، يتراجع تأثير هذا المنخفض الجوي مع ساعات المساء، وتسجل الصغرى 6 درجات مئوية مع أجواء باردة ورطبة بوجه عام. هذا كان كما لدينا حتى اللحظة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، إلى اللقاء.